اهلا بيك يا ساره، اهلا حمله بيكي قويه جريم. جدا. ممكن مشاركك فنانين كبار زي ما احنا شفنا، وهم مؤمنين جدا بالقضيه، وانا شايفه ان احنا وصلنا لمراحل ما بتحقق فيها انجازات ما، بس صحيح، وصلنا لحد ايه دلوقتي؟ احنا مع الحملة اللي حصلت مع وات وومن وانت، بصراحة كان فارق معانا نقول في اعتداء بيحصل صعب قوي نحكي عنه، صعب قوي نتكلم عنه. عشان كده بصراحة عارفة كتير استغرب من رد فعل الأم، كتير لام الأم، وكتير حس ازاي، يعني ازاي البنت تيجي تقول للأم المدرس بيتحرش بيا في البيت، لما انت دخلتي تحطي له الشاي وقف. دي كانت قصة حقيقية قصة فعلا يا سارة؟ حقيقية، فعلا؟ حقيقية. لا دي قصة هادية، في قصص أبشع من لا، بس كده إن بكتير. مامتها تقول لها يعني معلش لحد ما ما تعدي الترم الترم، يخلص. يعني دي مفيش صح، أم تقبل على إن بنتها تتعرض لشيء طبعا شبه ده وتقول ده يعني. اللي أنا نفسي أقوله بقى يا أستاذة كريمة، إنه إحنا بنتوقع إنه مفيش حاجة تخلي الأم تسكت، لا في خوف، في كمان شك في الطفلة نفسها، وتكون فاهمة غلط، والراجل أصله كان بيطبطب على أو رجليها، مش ده قد أبوها، قاصد، ده قد وده صاحب بابا من زمان، وده المدرب لا بتاعنا يمكن، في أكيد النادي. تهيؤات وخيال يعني. وده اللي أنا نفسي أقوله، يعني نفسي أول حاجة نقولها النهاردة في الفقرة دي، لازم أصدق الطفل، لازم أقول لنفسي الطفل هو الأولوية، مين الأهم؟ لازم أقول لنفسي ليه الطفل ممكن يألف قصة اعتداء جنسي أو تحرش جنسي؟ عشان إيه ممكن يعمل حاجة زي كده؟ هو هيفهم ده منين أصلا؟ صحيح، وهيجيبه منين؟ فأكيد في حاجة حقيقية، حتى لو خلينا نمشي مع المشاهدين خطوة لقدام، حتى لو في مبالغة في القصة، مع إن إحنا ما بنقولش، بنقول دايماً نصدق القصة زي ما هي، بس أنا همشي معاهم خطوة كمان، توقع إن في مبالغة. دورك كأب وأم، الحماية. كأب وأم، كأب وأم، عشان أسئلتنا دايماً رايحة لما تحكي لماما، لما تقولي لماما، بابا مش عايزين بابا موجود، معانا بس، فلما اصل بحكي بابا لبابا عنيف ورد فعله عنيف، ممكن يروح يضرب الراجل، احنا مش عايزين مشاكل. ليه؟ مش مشكلة؟ يضربه. ما فيش على الأقل مشكلة. يقدر لا ياخد خطوة ياخد ويروح إجراء. يقضي إجراء. ياخد بالظبط، خطوة، ياخد طيب خطوة. طبعا خليني مش أكيد مش بنشجع خلينا العنف. ابتدي نحقق المسألة شوية، وأقول لك هو إحنا كآباء وأمهات يجب نخاف من مين؟ نقلق من مين؟ أو ما نسمحش لولادنا نسيبهم كده نهبا لمين؟ يعني خليني أسأل السؤال بطريقة تانية. طيب، عشان ما نرعبش الناس، أنا بعلم ولادي وبناتي عشان أقدر أسيبهم مع أقرب الدوائر، لكن أقرب أكيد الدوائر، ما بسيبش مع أي حد، يعني ما بسيبش مع وأقرب السواق. الدوائر أحيانا بيبقى فيها خطر، وشفنا حاجات كده 93% منهم، لكن لما بوعي عن فيشة الكهرباء اللي بتكهرب، وبحط اللوك اللي اقفل بيه فيشه الكهرباء، ما بسيبهمش كده. يعني ما ينفعش اقول انا قلت لها خلي بالك ما حدش يقلعك هدومك، بس بسيبها مع المدرس لوحدها، ومع المدرب وانا مش شايفه، ومع الجيران طالعه نازله، ومع اصحابها في اي حته، ونبات بره البيت. ما ينفعش. ومع خطيب البنت، ومع صاحب الاب، ما ينفعش. ساره، انت قلتي ان في مشكله كبيره جدا، لازم يكون في حاجز، يعني خط ثقه بيبنيه الشخص اللي بيرغب في التحرش او المتحرش مع الطفل ده، وده غالبا بياخد وقت مش اقل من 5 6 شهور حاجه كده، علشان لا مش يعني قوي. يعني المدة مش مضمونة، ممكن شخص يبقى قريب قوي للعيلة واخد كريدت. يا لو أستاذة من كريم، بعيد خلينا نقول، لو مش ما أنا مش هقول بقى الأهل، يعني حد في دايرة لا الأهل واخد معنا، كريدت العم يعني صاحب الأب اللي بيشيل البنت على رجله ويبتدي يلعب معاها وبيأتي بتصرفات هي مش هو فاهمة. موجود في البيت كتير، هو متشاف للعيلة كتير، هو واخد كده كارت إنه يهزر. ده زي بابا، ده زي، ده زي بابا، دي زي ماما، عشان انا عارفه ان انا قلت الموضوع ده المره اللي فاتت وعايزه انبه عليه تاني. فده زي بابا، دي زي ماما، دول اصحابنا من زمان. يا بنتي انت بتهزري، ده جارنا من عمر، يعمل ايه بس؟ انت بيتهيألك، انت بتتخيل. ولد لا ما بيحصلش للولاد. ولد ايه اللي انت بتقوله ده؟ كل الحاجات دي هي جمل مباشره تقفل النهارده طفلي انه يحكي لي اي قصه.